السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور رضا، إن شاء الله هنقوم بشرح المحاضرة الثانية في مادة محاسبة التكاليف للفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية Principles of Cost Accounting Class 2. بنركز في الكلاس دوت على المانيفاكتشرنج كومبانيز، وقلنا يعني ايه المانيفاكتشرنج كومبانيز؟ قلنا دي شركات بتعتمد بشكل كبير على عملية التصنيع، على عملية التصنيع، عشان كده سميناها مانيفاكتشرنج كومبانيز. طب نشوف ايه قصة المانيفاكتشرنج كومبانيز دول. دول اساسهم بيعتمد على حاجة اسمها الفاليو تشين. الفاليو تشين دي الوسيلة او الاوبريتنج سيستم اللي بيبقى موجود الانسايد او وزن ذا مانيفاكتشرنج كومبانيز. طب عايزين نعرف الفاليو تشين، يعني ايه فاليو تشين؟ الفاليو تشين دي معناها ان sequence of linked steps or activities that where each step adds or increase value to the product. طب نقولها بالمعنى البسيط خالص، ان احنا بيبقى عندنا زي production belt، بيبقى عندنا حزام كده بيلف، كل ما المنتج move to another station to station from station بيحصل ايه؟ بيبقى فيه value. نخلي بالنا ان كل station بيبقى فيها value. طب جميل، يبقى هنا لو جينا نقول ايه الاسئلة اللي ممكن نخلي بالنا منها في الفاليو تشين، الفاليو تشين هي سيكونس لايه؟ للينكد اكتيفيتيز. ليه؟ عشان ديزاين وبروديوس المنتج، بس نخلي بالنا ان ايتش ستيب ايتش ستيشن ماست اد فاليو. لما نيجي نشوف ده المنظر اللي قدامنا، عندنا ثلاث مخازن. المخزن الاولاني في البرودكشن كومبانيز بيتكلم على الرو ماتيريال، المخزن الثاني بيتكلم على البرودكشن اكتيفيتيز، المخزن الثالث بيتكلم على الفينيشد جود. نلاحظ ان كل ستيج، كل مرحله من دول لها انفنتوري، الرو ماتيريال انفنتوري، ال WIP الورك ان بروجريس انفنتوري في المرحله الثانيه، الفينيشد جود في المرحله الثالثه. دخلنا بعد كده قلنا يعني ايه تكلفه؟ وات ذا مينينج اوف كوست؟ وات ذا مينينج اوف كوست اوبجكت؟ لما نيجي نشتغل على الكوست ديفينيشن هنعرف ان الكوست ديت از ا ريسورس ساكريفايسد، تضحيه بالموارد، بس ليها حاجه، بضحي بالموارد بط to achieve a specific objective. يبقى ايه الفرق؟ لما نيجي نسالك كده ايه الفرق بين اللوس والكوست؟ الكوست اتس ا ريسورس ساكريفايس بت تو اتشيف سبيسيفيك اوبجكت، بت اللوس، اللوس از ساكريفايس وذاوت اني ها اوبجكتيف. يبقى نخلي بالنا من سؤال ترو فولس، ذا ديفرنس بتوين كوست اند لوس. نيجي نشوف بعد كده الكوست اوبجكت. الكوست اوبجكت ذات anything that can be measured or assigned. بعد كده واحنا بنعمل الكوست اوبجكت دي لقينا في تعريفين جداد. التعريف الاولاني بيتكلم على الكوست accumulation، والحاجه الثانيه بتتكلم على الكوست assignment. يعني ايه كوست accumulation؟ الكوست accumulation دي process of tracking or measuring and recording the cost that incurred inside a our organization، اللي بنسميه الكوستنج سيستم، عمليه انك بتقيس التكلفه، فبتعمل tracking measuring لاول cost items او الكوستس items، وتبدا تعمل لها accumulate او aggregate عشان نوصل في الاخر للتوتال كوست. اما الكوست assignment دي معناها ان احنا بنعمل attach between ال accumulated cost والبرودكت. فلقينا بقى ان في حاجات easy to trace وفي حاجات difficult to trace. ال easy trace بنسميه اهو الكوست اوبجكت، واحنا بنقيس الكوست، دخلنا على الكوست اوبجكت لقينا ان في حاجات easy to trace فعملنا لها tracing، وفي حاجات difficult to trace فعملنا لها location. اللي بنعمل له تريسنج ده بيبقى اسمه دايركت كوست، اللي بنعمل له الليكيشن بيبقى اسمه اندايركت كوست، والتوتال كوست بيساوي الدايركت اند اندايركت كوست. نخلي بالنا هنا كده، لما انا اسالك على التوتال كوست وفقا للسلايد اللي قدامنا هيبقى بيساوي الدايركت كوست بلس اندايركت كوست. طب ايه هي الدايركت كوست؟ الدايركت كوست هي الكوست اللي يمكن اللي اقدر بسهوله اني اعمل لها تريسد او اكيوريتلي تريسد، ان اقدر اعمل لها ايزي تريس، اقدر ان انا اشوف لها او اقدر ان انا اعمل تريس بسهوله للاوبجكت بتاعها. الاندايركت كوست
طبعا دي بتبقى كومن ريسورس، يعني في سيفرال كوست اوبجكت بتبقى متداخله جامد جدا جدا، وفي ديفرنت اماونت اوف شيرد ريسورسز. بسبب الشيرد ريسورسز ديت يعني ايه، هناخد مثال الكتريستي ريسيت، وصل مثلا النور الكتريستي ريسيت وعندنا اربع منتجات، وبالتالي مورد واحد على اربع منتجات، ففي شيرنج جامد جدا، ففي ديفيكالت تو تريس فور ايتش برودكت. والعكس صحيح، ممكن يكون اربع او خمس مصروفات زي الصيانه زي الميه زي النور زي 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 على منتج واحد، وما انتش برضو قادر تقسم المصروفات دي كلها على منتج واحد، وبالتالي اتس ديفيكالت تو تريس. فبنعمل لها حاجه اسمها كوست الوكيشن. الكوست الوكيشن دوت ببساطه شديده ان احنا بنعمل الكوست الوكيشن بحاجه اسمها الوكيشن بيس، ان احنا بنشوف وسيله معينه نوزع بها التكلفه دي. يعني مثلا وليكن عندنا مبلغ وقدره 120 ايجيبشن باوند وعايزين نقسمه على اربع افراد، فبنعمل مثلا جنرال بيس ان احنا نقسم ال 120 على 4 فيبقى كل واحد 30 جنيه مثلا، او نقول ان كل واحد عدد الايه عدد الايه النمبر اوف مثلا اورز في المطعم في الريستورانت يعني مثلا. فنقول مثلا ان احنا عندنا مثلا 50 جنيه تيبس مصاريف وعايزين نوزعها على خمس افراد، فنقول ايه ده قعد ساعه وده قعد ساعتين وده قعد ثلاثه وده قعد اربعه في المطعم مثلا. نجمع عدد الساعات ونقسم التكلفه الكليه على عدد الساعات ونجيب بيس فور بير اور، بنجيب كوست بير اور وبعد كده نضربها في الاورز بتاعت كل واحد. عشان كده بنقول ايه الاندايركت كوست ديفيكالت تو تريس، بنعمل كوست الوكيشن عايزين الوكيشن بيس. نخلي بالنا من دايركت كوست اندايركت كوست البلس دايركت اند بلس اندايركت، دول بيبقى اسمهم التوتال كوست. نخلي بالنا برضو ان الدايركت كوست ايزي تو تريس، الاندايركت كوست ديفيكالت تو تريس. الدايركت كوست بنعملها كوست اساينمنت، الاندايركت كوست بنعملها كوست الوكيشن. لما نشوف هنا المثال اللي قدامنا ونقول ايه لما هي هنا يطلب تكلفة الدينر، بنبص مباشرة على التوتال نلاقي 376 ده تكلفة الدينر اذا كان هو الكوست اوبجكت. اما اذا كان البيرسون هو الكوست اوبجكت، فهنلاقي ان ايه في دايركت كوست بتاعته المين ديش والدرينك بات سالاد والووتر والتب، مش عارفين نوزعهم على ايه وبي وسي ودي. وفي الحالة دي لازم نعمل عملية كوست الوكيشن للسالاد والووتر والتب على الأربع أفراد. في الحالة دي بنعملها إزاي؟ بنعملها جنرال بيس. جنرال بيس بنعمله إزاي؟ ببساطة شديدة زي ما هنشوف دلوقتي. آدي الجنرال بيس، جمعنا الـ 80 والـ 20 والـ 20 طلعوا كلهم 120، قسمنا الـ 120 على أربع أفراد فطلعوا 30 ايجيبشن باوند بير بيرسون. التوتال كوست فور ايتش بيرسون هنشوف بقى الدايركت بتاعته كانت كام. تعال نشوف كده ايه الدايركت بتاعه، كان 50 بلس 20 بلس 30 فروم اندايركت كوست 100. تاني التوتال كوست بتساوي الدايركت كوست والاندايركت كوست. الدايركت كوست بتاعتنا 50 و20، الاندايركت كوست 30، وبالتالي التوتال كوست عندنا 100. بالنسبه لبي عندنا 60 بلس 16 بلس 30، نفس الكلام بالنسبة لسي 0 ومعانا 18 ومعانا 30، نفس الكلام بالنسبة لدي. نلاحظ هنا تاني التوتال كوست هي الدايركت كوست والاندايركت كوست. في المثال بتاعنا كان الدايركت كوست هو المين ديش والدرينك. عرفت منين ان هم دايركت كوست؟ لانهم كانوا ديفايند فور ايتش بيرسون، كانوا متحددين لكل فرد من الافراد فور ايتش بيرسون. سو اتس easy to trace. انا عارف how much cost for A and I know also how much cost for B and I know also how much cost for C and same for D. So it's easy to trace, easy to know, isn't تعتبر ايه direct cost. طب الحالة التانية بقى لما جينا على الووتر والسالد والتب ما عرفناش A بكام and we couldn't it was very difficult to know the share of A and B and C and D for tip and salad. So we allocate them. عملنا اسقاط للتكلفة دي عليهم. We allocate them. عملنا allocation ازاي بجنرال بيس. قسمنا التوتال على العدد. دخلنا بعد كده على تقسيم التكلفة. تقسيم التكلفة ممكن تتقسم الى direct to indirect. Like we did.
from just 2-3 minutes ago عملنا ان احنا قسمنا الكوست لدايركت وانديركت وقلنا easy to trace not easy to trace وعرفنا التوتال كوست بيساوي مجموعهم. انا هقسمها لك بطريقه ثانيه، هقسمها بطريقه المانيفاكتشرنج كوست، بس دي بقى حاجه ثانيه. احنا هنا هنقسم الكوست كلها في المانيفاكتشرنج كومبانيز. لما نيجي نقسم الكوست كلها في المانيفاكتشرنج كومبانيز هنقسم ازاي الكوست كلها في المانيفاكتشرنج كومبانيز؟ هنقسم ان احنا نقول المانيفاكتشرنج كوست all costs involved in المانيفاكتشرنج بروسيس، يعني كل التكلفه اللي لها علاقه بالمانيفاكتشرنج بروسيس. اما النون مانيفاكتشرنج كوست دي اني كوستس نيسيسري فور حاجتين مهمين جدا جدا جدا، الادمنستريتيف كوست والسيلينج كوست كوست، وبنعمل لهم الرمز A او الابريفيشن A and S cost. قلنا ان المانيفاكتشرنج كوستس هتنقسم بقى الى ثلاث حاجات: الدايركت ماتيريال، الدايركت ليبر، المانيفاكتشرنج اوفر هيد. الدايركت ماتيريال اتس كوست اوف رو ماتيريال اند بارتس ذات بيكام ان ان بارت دايركت بارت اوف ذا فينيشد برودكت. الدايركت ليبر، الدايركت ليبر كوست ار ذا ويجز بيد تو برودكشن لاين وركر. خلي بالك production line workers who are involved directly in manufacturing the product. manufacturing overhead MOH أو FOH بيسميها manufacturing overhead أو factory overhead consists of all manufacturing costs other than direct material and direct labor. يعني مثال زي ال indirect material وال indirect labor. بعد كده طلعنا من هنا نقدر نقول ان التوتال كوست بتساوي دايركت ماتيريال دي ال دي ام بلس دي ال بلس ام او اتش، والبرايم كوست اللي هي التكلفه الاوليه بتساوي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر، والحاجه الثانيه الكونفرجن كوست الدايركت ليبر والفاكتوري والفاكتوري اوفر هيد. الثلاث قوانين دول بيجي منهم حاله او اثنين، فنركز فيهم كويس جدا. لما نيجي نطبق الكلام ده توتال مانيفاكتشرنج كوست برايم كوست والمانيفاكتشرنج اوفر هيد والتوتال مانيفاكتشرنج كوست الدايركت ماتيريال والكونفرجن كوست، التوتال مانيفاكتشرنج كوست برايم كوست والكونفرجن كوست وماينس الدايركت ليبر. دي كلها قوانين بنشتغل بيها عشان نجيب البرايم كوست والكونفرجن كوست والتوتال كوست. لما نيجي نطبق كده على تمرين، عندنا الدايركت ماتيريال 150,000، عندنا الدايركت ليبر 20,000 اور، وعندنا $10 per hour، عندنا MOH cost 250,000. upon the previous information calculate prime cost, conversion cost, total manufacturing cost. لما نيجي نحسب البرايم كوست ببساطة شديدة جدا، عندنا الدايركت ماتيريال دي ستريت فورورد اكزامبل، الدايركت ماتيريال 150,000 plus 20,000 hour times $10 per hour، يبقى عندنا 150,000 dollar plus $200,000 يبقى البرايم كوست $350,000. الكونفرجن كوست، what's the meaning of conversion cost؟ conversion cost means that the cost that needed to make the product change. دي الكوست اللازمه ان هي تعمل عمليه تحويل في المنتج. طبعا الرو ماتيريال مستحيل تكون دي تكلفه التحويل، لان الرو ماتيريال بيكون شكلها رو بدون اي تغيير. عندنا خشب وعايزين نعمله خشب وعايزين نعمله كراسي، طول ما هو خشب خشب. اما لما بيخش النجار الدايركت ليبر، ولما بيخش النور بقى والميه والعده والادوات والاشكال بتبقى كرسي، بتبقى ترابيزه، وبالتالي سميناها الكونفرجن كوست. وحسبنا احنا الدايركت ليبر جيفن عندنا 200,000 و250 المانيفاكتشرنج اوفر هيد، يبقى التوتال 450. لما نيجي نحسب التوتال كوست هناخد الدايركت ماتيريال براس بلس الدايركت ليبر بلس الام او اتش، يبقى عندنا 150 بلس 200 بلس 250، يبقى التوتال كوست 600,000 دولار. مثال اخر عندنا تمرينات كده كتير، وهنستغل الاونلاين في موضوع التمرينات ده. البرايم كوست 195، الكونفرجن كوست 221، الدايركت ماتيريال يوز 85. هو طالب ايه بقى؟ indirect labor. بعد كده طلعنا من هنا نقدر نقول ان التوتال كوست بتساوي دايركت ماتيريال دي ال دي ام بلس دي ال بلس ام او اتش، والبرايم كوست اللي هي التكلفه الاوليه بتساوي الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر، والحاجه الثانيه الكونفرجن كوست
الدايركت ليبر لما يطلب كمان مننا هات لنا التوتال مانيفاكتشرنج كوست نصيحه هات الام او اتش الاول هات الام او اتش الاول ان كونفرجن كوست بتساوي دي ال بلس ام او اتش يبقى الكونفرجن 221 بتساوي 110 بلس ام او اتش يبقى الام او اتش 111,000 دولار يبقى التوتال مانيفاكتشرنج كوست بتساوي الدي ال والام او اتش والدي ام التوتال مانيفاكتشرنج كوست 110 بلس 111 بلس 85 يبقى كلهم 306,000 يبقى الانسر از بي. يبقى نخلي بالنا من هنا ان الحته دي ثلاث قوانين البرايم كوست هي الدايركت ماتيريال بلس الدايركت ليبر ايه الكونفرجن كوست هي الدايركت ليبر بلس الام او اتش نخلي بالنا التوتال كوست هي مجموعهم الثلاثه زي ما احنا شايفين كده في ثلاث اوض الثلاث اوض دول مساحتهم 400 متر و300 متر و200 متر يهمني بس اخد المثال ده في شكل نقطه واحده يهمني ان الرنت بصوا حضراتكم الرنت 900 دولار وانا عايز اوزع ال 900 دولار دول على الثلاثه ستودنت انا مش عايز المثال ككل انا بس عايز النقطه دي فقط لا غير في الحته دي دلوقتي ان انا مثلا عندي 900 دولار 900 دولار دول الرنت في ريليشن شيب بين السكوير فوتج او المساحه والرنت الرنت كام 900 طب التوتال سكوير بكام 900 يبقى الدولار يبقى المتر الواحد بدولار وفي الحاله دي بقى نشوف ادم ادم اوضته 400 دولار نضربها ادم اوضته 400 متر نضربها في دولار يبقى 400 دولار 300 دولار 200 دولار بنفس الطريقه هنا عندنا هنتعامل مع اليوتيليتيز اليوتيليتيز كانت 450 دولار قسمناها على التوتال بيز توتال كوست توتال بيز يبقى نص دولار في المتر يبقى ادم نفس الكلام 200 دولار 150 100 دولار ونبدا نوزع الباركينج سبوت ونبدا نوزع الرنت واليوتيليتيز بص على الجروشر ستور كده انا وزعتهم بالتساوي قسمت ال 600 على 3 ليه؟ لان الجروشر ستور او الجروشرز ملهاش علاقه قوي بالفت بالسكول بالمساحه فعملتها جنرال بيس قسمتها على 3 الحاله الاولانيه ادم كان عليه 900 وهو دافع مقدم 800 يبقى هياخد هياخد ريفاند 100 هيدفع اسف 100 اما الاولاني 750 تكلفته 80 وهو دفع 800 مقدم في الحاله دي هياخد ريفاند 50 دولار بعد كده الاولاني الثالث جون تكاليفه 500 وهو دافع 800 هياخد ريفاند قدره 300 بص حضراتكم للجدول ده كده هتعرف ان دي التوتال كوست وده المبلغ المدفوع مقدما وهو هنا هيدفع البي ستورج في الاولاني هيدفع عنده عجز 100 دولار لازم يدفعهم الثاني هياخد 50 الثالث هياخد 300 اتمنى تكون المحاضره فادتكم ان شاء الله باذن الله تعالى وان شاء الله باذن الله باذن الله من نجاح لنجاح يا رب اللهم امين بالتوفيق يا رب اللهم امين ان شاء الله ربنا يوفقكم ويحفظكم اللهم امين في حفظ الله سلام عليكم goodbye